ما تقالش مثلا ان في 10 12 مليار دولار خرجوا من مصر عشان المسؤولين في الدولة خدوهم. لا، ما حصلش، ده ما حصلش وما يحصلش بفضل الله سبحانه وتعالى. اذا كل جهدنا وكل امكانياتنا كانت جوه البلد دي. وانا مش عايز اسيء في كلامي لاحد قبل كده، عشان يعني بعتبر دي مش يعني لا هي من صفات الصفات طيبة ان انا، بس انا والله العظيم انا بحلف بالله، والله العظيم انا ما لقيت بلد، انا ما لقيتش بلد، انا لقيت اي حاجة. وقال له خد دي. انتوا فاكرين البلاد بتتقام بال، احنا امكانياتنا مش كتير قوي، احنا قاعدين على كنا 6% وبقينا دلوقتي بنتكلم في 10 و12. هما 6% دول بس، والباقي صحراء قاعدين نجري جوا بعضنا في 6% من أسوان لإسكندرية. لما البلد يعني بقت صعبة علينا في كل شيء، كان ممكن ما نمشيش المسار ده، ما نمشيش المسار ده، خلاص ما عندناش، نعمل ايه بقى؟ ويبقى هو ده او ان احنا نبقى نتحرك بفاعلية وقوة، ويمكن نعاني، ويمكن نعاني. وأنا يمكن كنت قاعد مرة مع الزملاء قلت لهم الكلمة اللي أنا قلتها لهم دي، هقولها لكم على الهوا كده، قلت لهم أنا عملتها خلاص ونتعب كلنا. أنا إيه يا فندم؟ عملتها خلاص، خليت بلد قادرة على إن هي تبقى بلد وتنطلق بعد كده. طب ما إحنا بنعاني كلنا. نعاني. بس تبقى بلد، بس تبقى بلد.